حسن، تقبل الله منه جميع المسلمين، تقبل الله منه من الصيام والقيام في هذا العيد المبارك. المثير للانتباه في هذه صلاة العيد، والحمد لله بنا الخطوة كانت ممتازة، لأنها كأن خطيب جمعة، كأن خطيب صلاة العيد لا علم له بما يحدث في غزة وفي باقي المناطق للمسلمين. يعني بحال ما كاين ما مذكورينش نهائيا خارج النص او خارج التغطيه على هذه المساله هذه. فبالتالي ذكرنا فعلا شي حوايج هي كتهمنا كمسلم ديالنا، يعني خاص بها راسنا، ولكن بالنسبه كامه كتحس براسك منها خارج على وحده الامه. تقول صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.